العربية مفرومة متدغدغة. هو لما دخل فينا من ورا شالنا بالعربية نطرنا شتم بقى وقال ألفاظ وبتاع وكلام قام فتح دماغه. لما قلت له انا خايفه منك عمل لي الفيديو اللي هو بيقولي لو حصل لك اي حاجه يبقى انا وعارفه ان هيحصل حاجات يعني انا كنت عارفه بس الحمد لله من حد كده انا كنت متوقعه ان اكتر من كده كمان وكنت بصدقه ساعد عنده القدره ان هو يقنعك ان هو زي ما بيطلع للناس عادي. معايا فيديوهات وهو بيقول لي لو انت اتأذيتي يبقى انا اللي اذيتك كان يعمل لي كده حاجات ويبعتها لي. عمري ما اطمنت. ليه ما اطمنتش؟ علشان يعني مش عارفه. شمس كلمتني قالت لي خلي بالك من نفسك. الكلام ده في اول الموضوع خالص. فهو قال لي لا بتغير وغيرانه وبتغير منك وتقع بيني وبينك. قالت لي خلي بالك من نفسك عشان هو هيأذيك. هو فعلا اذاني. غلط عندي انا لان في ناس كتير جدا حذروني وبعدي. بقالك مع سعد كم سنة؟ 4 سنين. مع الشغل؟ مش كل الاوقات يعني ساعات وساعات. تشتغلي رقاصة زي ما اتكتب ان انت رقاصة؟ لا طبعا. الموضوع ده مزعلني جدا. لا سعد لو حد قرب مني يعني موت بالنسبة لي. محدش يقرب مني. يعني انا لو اتطلقت وحبيت ان انا اتجوز لا ممكن يحصل بلاوي. شوفي الاستحواذ بقى يعني ازاي بيكسبني. تاني يوم شفتوها انتوا سلمة عليها بوكيه ورد عشان الناس الجيران اعتذار قدام الجيران وجاي قام شايلني قدام الناس كلها ونزل بيها كده في الشارع. بس هو عمل لي ايه في حياتي اصلا؟ انا لما بدخل شغل بيمشيني من الشغل ده. ساعدني في ايه هو؟ ساعد. فكلمت ماما واختي كان هما في بيتهم قاعدين عادي. كلمتهم جولي. فاول ما جم بقى شتم بقى وقال الفاظ وبتاع وكلام من ده. بس فحتى شوفي يعني دي باينه ظهرك كله ورجلك كلها كده. ايه ده المنظر ده؟ ركبت مع ماما العربيه. ده بيجري ورانا بسرعه. هو لما دخل فينا من ورا شالنا بالعربيه نطرنا. ف ومسك الطوب بقى اللي هو الاحجار. عربيته اقوى من عربيتكم قوي كده؟ هو كان ساعتها راكب عربيه شيفروليه بيضه. فبعدين مسك الطوب ده في الازاز كله بقى. عربية ماما كلها. العربية دي أصلا بتاعت ماما اللي هو دغدغة. يعني العربية مفرومة متدغدغة. بقالك مع سعد كم سنة؟ 4 سنين. مع الشغل؟ مش كل الأوقات يعني ساعات وساعات. واحدة صاحبتي كان هو صاحبها وصاحب جوزها شافني معاها. من اول يوم شافني فيه هو متيم. بس ده مش حب ده أذى. يعني المصايب اللي انا فيها كلها بسببه. يعني بهدله واهلي اتبهدلوا وماما اتبهدلت. هو عمل حاجات اصلا عشان اتجوزه حاجات مش طبيعيه. اقسم بالله كان بيقف تحت البيت بال7 ساعات وال8 ساعات عشان بس يلمحني اول ما عرفني. هو عارف هو عمل ايه. وشفت انت الورد لما كان جايب هو بقى حياته كلها كده. تشتغلي رقاصه زي ما اتكتب ان انت رقاصه؟ لا طبعا. الموضوع ده مزعلني جدا. يعني نفسي حد يجيب لي حاجه ببدله رقصه او ان انا اشتغلت حتى دور رقاصه ولا الكلام ده. يمكن عشان هو كان ليه تجارب مع رقاصات او كان متجوز رقاصات فالناس بتظلمني بده. عمرك ما اشتغلتي رقاصة؟ لا طبعا.
اذا انا ممثله ليكي ادوار بقى قولها لنا كده. عملت السلطان والشاه، عملت راس الغول محمود عبد العزيز الله يرحمه، عملت نوايا بريئه، عملت عملت هي هربانه منها، عملت حاجات كتير جدا.